يلا امشي. اوه اوه وين راح معلم؟ يا حاج عوض وينك؟ وين انت؟ كيف انت؟ انا بس ارد على المره. ها يا مره جاهز الاكل؟ يلا شوية شوية يلا باي باي كريم. كيف انت؟ صحتك؟ وضعك تمام؟ الحمد لله. في عنا عرس مبارك. الله يبارك فيك. انزل احكي معك عشان هذا نريحها شوية. سلامات. في عنا عرس، في عندي خمس رؤوس بدي ادحهم. والله اذا انا ما بنشتري الا بالعجل احنا هون، بس عجل. والله في واحد عرفه. قديش تاخذوا على العجل ذبحه؟ احنا بناخذ ذبحه وسلكه وتقطيعه 500 شيكل. ذبحه وسلكه وتقطيعه 500 شيكل؟ اه رامي وكل شيء. طيب العجل هذا قديش بيوزع؟ في اوزان في 400. هلا انو احسن؟ انو احسن اذبح خرفان ولا اذبح عجل؟ لا ايش المناسبه؟ اه الغنم احسن وبيض الوجه اكثر. طيب والعجل؟ مش كل الناس بتحبه. والله انت لو رحت على فرح تاكل غنم ولا عجل؟ والله كلها لحمه. لو حطوا لك عجل وحطوا لك غنم كلها نفس الشيء لحمه. انت شو بدك حقيقه؟ اه اللي بيريحك. بتبيعوا عجوله؟ اه بنبيع. بكم العجل؟ الكيلو طيب 18 شيكل ونص. لا كامل واقف. اه واقف 18 شيكل ونص. يعني بتلقيت العجل قديش وزنه بيكون تقريبا؟ 400 كيلو 420. طب وهي الحمار قديش وزنها؟ تقريبا يعني هيك التخمين كم كيلو؟ والله ما بعرف. هيك يعني تجي لها 200 كيلو؟ يمكن تجي فيها 200 كيلو. وبذبح لنا اياها. بعين الله. ها؟ بعين الله. لا اله الا الله. اذبحها. اذبحها. ها؟ اذبحها. ايه. تعال اذبحها تعال. بعطيك شو بدك، بعطيك شو بدك عليها والله. تتخوت. لا والله بحكي معك جد، طلع الاولاد شو سووا فيها. طيب روح. طلع الاولاد شو سووا فيها، كلها ضربوها حرام. الله يسهل عليك. ها؟ الله يسهل عليك. طب اذبح لي اياها. بقول لك الله يسهل عليك. صرف الشارع. ماشي. ها؟ الله يسهل امورك. يعني ما بينفعش اذبح لي اياها. بعرفش. ها؟ بعرفش الله يسهل امورك. بعطيني سكين انا بذبحها. الله يسهل امورك بقول لك خلص اختصر. لا يا مزعج. يلا توكل على الله. بس اعطيني انت. توكل على الله بقول لك خلص، خلي الواحد في عقله. يعني ما بينفعش هذه اذبحها. خبر اخيرا تهب. لا يا زلمه طلع الاولاد شو سووا فيها. روح يا زلمه من الناس. طلع شو سووا فيها الاولاد. روح خدها غاد. روحي مع المحل الشارع انا واقف. روح غاد يا عم انو شارع. طب ليش معصب؟ خلص روح. طب ليش معصب؟ انا في الشارع. طب يا عم روح غاد الشارع. طب انا في الشارع واقف. خلص يا عم روح على اربع بيك. طب هدي يا عم ليش معصب؟ روح يا عم قيمة الحمار من هوني. اه هبلش نصرف روح من هوني. هدي انا بحكي مع الحاج. انا بحكي مع الحاج. ترى اللي تسمع من الحاج. اه اهدى يا عمي. فكرنا هبايل. اهدى يا عمي. روح يا عم من هون لقى فريج لقى تفسه غير. روح. شو هو؟ روح. هذا روح هذا. روح يا عم. روح هدي تفس الروح. تدفس الروح برجلها يا عمي. روح من هون يا عمي. بس تدفس روح برجلها يا عمي. مش حرام علينا انت. مش حرام. طب خذها يا عم من هون. طلع الاولاد شو سووا فيها. طلع طلع الاولاد شو سووا فيها. هذا حرام ولا مش حرام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا حاج حاج احكي مع الحاج كلمة. تعال اقول لك كلمة يا حاج. تحكي لك كلمة. صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. انا بس صلي له على النبي. اسمع بديش كتوت بار. انا بس صلي له على النبي. اسحب حالك وروح مع السلامة. انا بدي اروح. بديش ولا اسمع منك ولا شيء. احكي لك كلمة بقى. على راسي بس احكي كلمة للحاج. كلمة بحكي لها. بس بقول لك للحاج. شو اخبارك؟ يا الله. ها؟ كافي هو. لا قلنا. قديش ياخذوا على الراس؟ شو هو ال ها؟ شو هم الدراية؟ شو انت شو كل واحد وشيء؟ بار ها؟ بار صغار. مش فاهم؟ بار صغار. لا يمكن وزنه 70 70 75 كيلو. كيلو شيكل. شو كل كيلو شيكل؟ تاخذوا على كيلو انتو؟ لا يا زلمة على الراس تاخذوا انتو. كبير ناخذ 100 على 70 شيكل. والله. كم واحد عندك؟ ها؟ كم واحد؟ قديش ياخذوا على الراس؟ انا بدي اخلص بدي اخلص بديش انا اقعد لك واحد عندك من السؤال. يعني في خمسة. يعني خمسة 300 60 60 وغير الحكي.
في مجال؟ ها؟ لا للدراويش. والله الوضع تعبان، والله تعبان الوضع. ها؟ بنجيبهم كثير. قديش بدك؟ كرتين ولا جديه؟ ها؟ كرتين ولا جديه؟ شو فرق بين هذا وهذا؟ هم نفس الشيء، ما بسمع عليك لغير تخلع رقبته وخلص. الله يحييك. قديش بدك رقيتك؟ 50 من الاخر؟ ايوه والله 50؟ ايوه. ها؟ نهايته؟ نهايته. طب هذا لنا حصه صاحبنا هذا. دير بالك على الشيخ دوران. هو ب 100. ها؟ عشان ب 100 هي والله. تمام. لو إله هو بده يجيب واحد ب 100. طب يلا قول يا رب، أي أول واحد امشي. هاي. يلا. الأحمر. ها؟ جيبي هذا. طيبك اذبحوه. على المسلح واحد ولا واحدة؟ واحدة. ولية. ها واحدة. روح طبخة المرام. هاي بدي اروح اذبح لي اياها. ها؟ بردعة. اشي اذبحها. اذبحها بدارك بجيب لها. لا اذبحها بدينا نكبها حرام. مش حرام تذبحها. ما هي عيانة. يلا. تعالي خلص اسكت. شو مالك ابو عيشة؟ يلا عندي. قول يا رب اذبحها وقول يا رب امشي. تعالي لا بدك تذبحها. قول الله بدك تذبحها. قول 50 اذبحها. بدك تذبحها. خلصنا نروح. خلص اذبحها. تعالي يلا. تعالي. شو مالك؟ ما هي طالعه. ما هي طلعه. زي ما قول الله يا زلمه. ما هي طلعه. طب اذبحها. طب اذبحها. اذبحها. خذ 50. خذ 50 اذبحها. انت حبيبي اذبحها. خذ 50 اذبحها. يلا. مش شلون فيش مجال. وين؟ عباس. بس اذبحها اذبحها. شو قلت لك اذبحها؟ اذبحها بس. يا زلمه انساك من محمود. بس انساك من محمود يا زلمه. اذبحها. خذ 50 واذبحها. خلص اذبحها. 50. خلص. هاي 50. خلص بلاش نزعل هاي. ليش؟ بلاش نزعل. طب اذبح لي اياها. لا يا زميلك اجر وثواب مع الله. مش فاضي. مع الله بقول لك لك اجر وثواب. خلص خدها. قول له والله تقول له يا محمود. حرام يا زلمه تعال. لا نادين لازم اذبحها. بنادي ايه تعال عمك برن عليك. طب اذبحها اذبحها. والله بنادي عليك. عمين؟ عكبيك. خلص اذبحها اذبحها. يهد عليك الله. تعال رن تعال تعال. ها هات ابو سواف. تعال اذبحها يا زلمه. حرام 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 تموت الى اجر وثواب مع الله. تعال بس اذبحها. ليش 101 تجيب الاسعاف؟ مية الشرطة هذا اسعاف 101. خلص اسكت الناس تتفرج عليه. طب اذبحها. لعنة أب. ليش؟ بدك نزعل. ليش نزعل؟ خلص بدك نزعل. افتح بربط لك اياها برجليها. بربط لك اياها برجليها. اقول لك بدك نزعل. ليش؟ بدك نزعل ولا بدك نزعل؟ مع الله لك اجر وثواب. يا واحد يا خذ 50. يا بدك نزعل يا بدك تروح. انت شو بدك؟ لا الناس نزعل روح. الناس نزعل؟ اه روح. ما بدكش تذبحها؟ لا. شوي يا عمي مالك؟ اسكت. شو؟ بني ادم زيك زيها يعني ولا انت احسن منها؟ ده ابني هن. ها؟ ابني. طب ابنك يعني هو احسن منها يعني؟ ليش؟ ربنا خلقك وربنا خلقها؟ تمزحش معها اسكت. يلا افتح. خلص روح. افتح. خلص روح نقلع. خلص افتح. خلص يا زلمه روح. خلص ترميش بلاك على عينك. لما تذبحها. خلاص يا زلمه. طب اذبحها. غير دور بدك تذبحها؟ بس المرة هاي ذبحها وقول لك 60 بعطيك 60. بقول لك بعطيك 60 يا زلمة 60 بعطيك. بقول لك مع السلامة 60 بعطيك. 60 حب الله. لا اله الا الله. خلص مع السلامة. بدك شيئا تذبحها؟ تاخذها ابو هاشم. بدك تذبح لي اياها؟ عليكم السلام ورحمة الله. هلا خالي. كيف انت؟ سلامات خالي. يلا افتح هيو يا خالي. لا لا اذبحها خالي. ايوه عني. تعطيه 60 بدها تذبحها خالي. بدها تذبحها. طلع خالي طلع كيف الاولاد سووا فيها خالي. طلع طلع كل الاولاد. اللهم صل على سيدنا محمد. بدها تذبحها خالي. تعطيه 60 حرام.
حرام والله يا خالي. صلى على النبي. ها خالي ها. روح طريق الله اتوسط لي معك. اتوسط لي معك. بقدر. ليش؟ سحب سكرية. لازم اعمل سحب سكرية. لا يا زلمة ما قلت لك لها الصحة ولا أي شيء. والله هي الشرطة هي الصحة. لا يا زلمة ما لهاش شرطة. والله هي الطلبة بتزعل عليها. ابعد عليها. ما لهاش بس هات سكينة بس هات سكينة انت هوني هات سكينة هوني ليش الشرطة؟ عشان تروح داش تروح بس اسكت يا زلمة خالي طلع يا خالي ليش بدي احكي ضربوها ربنا شي صلى على النبي هيك هو مش قادرين ان الصحة ممنوع والله والله ببزل عليك عيب عليك يا زلمة عيب علي انا فكرت قديش ابوها يضحك عليك علي الطلع ما بزل عليك حيح عليك الطلع نذبح الحمام شو تذبح فيها؟ نذبحها طلع الاولاد ضربوها حرام طلع طلع كل رجليها وكل هذا حرام في لحامين لتحت وخليه يذبح لحامين في لحامين لتحت طب اذبحها انت بس اذبحها على السريع وحاول لانه حرام يا زلمه شو عم تذبح حرام طلع الاولاد كيف ضربوها ها تتعذب هذه هيك ابعدها من الطي بس نزلها على الشارع خلي الناس تعالي تعالي يلا امشي وديها على بيتها امشي امشي هيك ها ليش؟ إذا بتمسك إذا بتمسكنا الصحة بتسوي لنا قصة لك أجر وثواب مع الله يا زلمة لك أجر وثواب لأنه حرام طلع يا عم الأولاد شو بيسووا فيها يا زلمة بس هات سكينة اسمع اسمع أعطيني سكينة اذبحها هي الحاوية تعال قول له تعال قول له هاي رد على هي رد على هي بس رد على هي انت والله يرضى عليك بس انت بس رد على هي رد على هي اسمع علي شو لك اجر وثواب مع الله بديش هالاجر اعطيني بس سكينه فيش ولا سكينه عندنا نذبحها هون نحطها في الحاويه يا زلمه حرام احنا بنذبحش عندنا هون حرام ها استنى هاي تليفونه هون هات هات سكينه قول له للمعلم قول له تليفون رامي اه هات هات سكين والله جيب سكين ولا سكين ولا سكين حبيبي عندنا ها ها بصلي على النبي انا يعني اللهم صل على سيدنا محمد هاي فيهم لحيتها ها كان يقول له يضرب لك اياهم ضرب واحد بضرب واحد زلمه حرام تتعذب والله حرام تتعذب سكين والله ما بتزبط احكي لك الى دجاج يا دب ماشي يا دب والله يا دب بدي اذبحها حط لها اللي ضربوها يا زلمه بس اذبحها ونرميها في الحاويه حرام طب ما بتطلع لك كيف بتتعذب حرام زدتها في الحاويه وخلاص والاولاد بياخذوها بكسروها لا لا رد علي رد علي تحمل دم محل لك اجر وثواب مع الله يا عم الناس بدهم يعدوا نزلها على طب لك اجر وثواب مع الله يا عم الاجر اه بديش هالاجر رد علي بس طلعت عم بينزل ما ينفعش ما ينفعش طب ليش حتى هذا هاي المعلم هذا لا مش معلم جاي زبون بيعه ايه مش حدا ذبح يا عمي ماشي بس لقيت هذه طلع كيف الاولاد ضربوها شايف شايف طب ايش حرام تتعذب؟ حرام يعني بس بدي اقطع طب نذبحها حرام تتعذب هيك الشرطة بيجي بطخوها وخلص ولا بطخوها ولا شيء هات السكينة هات يا يا زلمة روح رد علي بس طلع عنا يا زلمة على المسار بس هات السكينة هات اجي هات روح يا زلمة روح انا بذبحها اعطيني سكينة اعطيني سكينة بقول لك انا بذبحها بوثقش السكاكين بشتري السكينة منك هات هات رد علي والله يا زلمة لنا اجر وثواب مع الله رد علي روح يا زلمه حل عن عالمك شو جايب النحمارة نذبحها روح زدتها غير طب شو يعني هذه يعني مش روح يعني هاي مش روح الاولاد اللي بعذبوها هذه مش روح حرام لو انا هروح كان نركب هيش اه بس حرام لا لا والله ولا حرام ولا شيء رد علي يلا امشي هات السكينة لا يا زلمه روح رد علي بديش اياها اذبحها بس خذها طب اسمع جمع لنا اياه هذا عشان ناخذ الجلد انت اذبحها يلا هات السكينة الراس نسلخه ولا كيف بعرف شو بدك تسوي سوي فيه طلع 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 محسنها طلع يا زلمه طلع مسكينه طلع لا حول ولا قوه والله تطلع طلع طلع ها رد علي والله يجيب السكين روح يا زلمه روح عليك الله روح عليك يا زلمه هذا السكين بعطوش السكين بس هات هات انا صاحب المحل يا عمي هات السكين انا المعلم لا لا روح يا زلمه الله يبارك فيك خلينا والله انك زلمه وردي ها والله انا يا عم هات بوسه هات بوسه والله يجيب السكين رد علي لك اجر وثواب والله لك اجر وثواب انا اروح من شغلي يعني ليش؟ مش انا المعلم شكلك يعني اذا بنفع شكلك يعني نذبحها يا زلمه حرام امشي يا زلمه دقيقه تحت امشي امشي يا زلمه ما ينفعش تذبحها روح يا زلمه ها؟ ليش يذبحها؟ لا يا عم شو يذبح يا زلمه؟ ايش بقى انت تاخذ راسه هاي في خذ اجارك عليها
فيش سكاكين يعني. احنا اصلا ما نذبحش عندنا. زي ما حرام طلع كيف. لا مش هذا البيت. ها؟